Narima, bonsoir. Bonsoir, Estelle. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 16h sur Télétchad. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a repris sa tournée dans le Tchad profond. Ce matin, le maréchal du Tchad est arrivé à Ati, chef-lieu de la province du Bata. Première étape d'une tournée dans le centre du pays. À son arrivée, dans le chef-lieu du Bata, le président de la République du Tchad, Idriss Déby Itno, a eu droit à un accueil officiel et populaire, riche en couleurs. Le Bata a mis les petits plats dans les grands pour accueillir le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. L'accueil a eu lieu en présence du gouverneur de la province Benaïndo Tatola, le maire de la ville d'Ati, Abakar Moussa, et le commandant de la zone de défense numéro 3, général Bouradami Abakar. Ensuite, ouverture ce matin du séminaire régional sur la contribution des comités nationaux des activités du G5 Sahel. Durant 5 jours de travaux, les participants issus du Burkina, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad vont s'atteler à la mise en œuvre et au suivi du programme d'investissement prioritaire et du cadre des actions prioritaires intégrées. Il est à noter que dans quelques semaines, le Tchad aura la lourde et délicate tâche d'assurer la présidence du G5 Sahel pour la poursuite du processus en vue de consolider les actions fortes qui impacteront le cadre socio-économique du G5 Sahel. Enfin, en sport, le club Renaissance Football a livré hier soir dans l'après-midi, précisément, son match retour pour le compte des préliminaires de la Coupe de la CAF. À l'issue donc de ce match très engagé, les joueurs de RFC ont fini par l'emporter sur un score de 1-0 au détriment du club industriel Kamsar de la Guinée. Grâce donc à cette victoire, RFC se qualifie pour le prochain tour. Et c'est tout pour le flash en français. Tout de suite, Narima vous fait le flash en arabe. Shukran Estelle. Ahlan bikum. وصل صباح اليوم رئيس الجمهورية مشير تشاد إدريس ديبي إتنو إلى مدينة آتيا حاضرة ولاية البطحة. وبمطار آتيا استقبل رئيس الجمهورية من قبل حاكم الولاية بياندو تاتولا وعمدة المدينة أبكر موسى وقائد المنطقة العسكرية رقم 3، بعد أن طاف مشير تشاد على الطابور العسكري الذي خصص على شرف استقبال فخامته. حيا مشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مستقبليه من أعضاء الحكومة وبرلماني الولاية والسلطات التقليدية وأعضاء المكتب السياسي الولائي وجمع من المواطنين. من أجل إعادة صياغة المشاريع وتعزيز الإجراءات ذات التأثير الاقتصادي والاجتماعي في مناطق دول الساحل الخمس، جاءت هذه الندوة الإقليمية حول مساهمة لجان التنسيق الوطني لتعزيز إجراءات مجموعة دول الساحل الخمس وتنفيذ برنامج الاستثمارات ذات الأولوية، حيث تمثل هذه الندوة ملتقى المدراء التنفيذيين في البلدان الخمس لمجموعة دول الساحل. نظمت صباح اليوم وزارة المالية والميزانية دورة تدريبية لصالح
عمال الإدارة الوطنية للتأمينات وشركات التأمين، ذلك حول معرفة حالة التأمينات بشكل جيد. مدير مركز التدريب المهني للتأمين ديو كريستيان أكد بأن هذه الدورة ستزود العاملين في مجال التأمين بمهارات وقدرات عالية تتواكب مع التقنيات الحديثة بأسلوب أفضل، وتستمر هذه الدورة لمدة 5 أيام. بمناسبة اليوم العالمي للطيران، نظمت زيارة موجهة لطلاب ثانوية هيك جات وطلاب الثانوية التجارية بهدف تعريفهم بالخدمات التي تقدم في مجال الطيران المدني بمطار حسن جاموس الدولي، مثل برج مراقبة حركة الطيران المدني وسلامة أمن الملاحة الجوية وقسم الإطفاء. كل هذه الأقسام تعرف الطلاب عليها خلال هذه الزيارة، مبدين إعجابهم بخدمات الطيران في المطارات. تغلب مساء أمس نادي النهضة على نظيره نادي كامسار الصناعي الغيني، وذلك في مباراة الإياب الدولي التمهيدي لكأس الكونفدرالية الإفريقية للأندية بإستاد إدريس محمد أويا بهدف دون رد في مباراة بين الفريقين، وسجل النهضة هدفه الأول بركلة جزاء إثر عرقلة إحدى لاعبيه، فيما أضاع نظيره كامسار أيضا ركلة جزاء تصدى لها حارس المرمى، وحسم النهضة اللقاء لصالحه بنتيجة هدف مقابل 0. أيها السادة المشاهدون، نهاية الموجز قدمناه لكم أنا وزميلتي استل، إلى أن نلتقيكم في أمان الله. شكرا، ميرسي مدام ومسيو، ميرسي و بون سويت دو بروغرام سور تيليتاد.